السلام عليكم خاوتي الزول في اللون، تحية كل شاب زائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم قناة أورون في نكديزات، قناة أخبار منتخب الوطن الجزائري وأخبار محترفينا وفضح الفساد الرياضي بكل أنواعه، ولسنا تابعين لأي طرف. خاوتي خواتاتي ما تنسوش بارطاجوا الفيديو تاعنا ودونا ان بوتي لايك باش التفاعل إن شاء الله يزيد في القناة تاعكم بإذن الله. ونعاودها لكم خاوتي ليزالجيريان، لايك والبارطاج تحتاجها القناة تاعكم بإذن الله. اليوم خاوتي حنتكلم على اكتواليتي توجو على انتخابات الكاف، توجو على فضائح الرئيس اتحاد العار، على المصادقة اللي صدقها على ضد الصحراء الغربية. أعيدها وأكررها، أنا جزائري 100% ومع مواقف بلدي وهي القضية الفلسطينية وتصفية الاستعمار جبهة البوليزاريو. فوالا خاوتي، نتكلم قبل ما نروح للسجي هذا، جبنا أدلة على بأن زطيوش فوتا 100% عليها، ودون جبنا لكم دي فيديو ودنا لكم ان بتي دفار. قبل ما نروح لبتي دفار خاوتي، نرد على واحد التعليقات اللي دخلوا خاوتنا الأشقاء تاعنا ودخلوا قعدوا يسبوا في الأمور منا. احنا سمونا الجزائر، ثانيا احنا الجزائر واحنا بلد المليون والنصف مليون شهيد، بلد مليون ونصف مليون شهيد، نحن اسمنا الجزائر، بكرة كذا سنبقى واقفون. قضية تاع الدم خاوتي، قالوا دخلوا قال لك روحوا حروا القبائل، احنا مع انا لا بريف نقول السلام عليكم ازو في اللون. القبائل خاوتنا متناسبين معاهم في وهر نفشق بارتو خاوتنا قبائل والجزائر، وروحوا شوفوا الحراك في تيزي وزو ولا في القبائل، الاعلام تاع المنطقه تاع الكره هذاك المنطقه تاع الهويه القاره الامازيغيه ومعاه العلم الجزائري، كاع سي بورتو لاجيري وقبائل عايشين كاع في الجزائر، ما عندناش كاع مشكل تاع عادي تاع استقلال تاع الجزائر، هادي غير من خيب من تخيلاتكم الوهميه. انا واحد عنصر من الحراك 100% عنصر من الحراك، وفي وهران وفي تيزي وزو في بلعباس في مغنيه في تلمسان دائما يخرجوا القبائل بالاعلام تاع الهويه تاعهم تاع الامازيغ والعلم الجزائري. نحنا عندنا احنا الشاويه، عندنا الجنوب، عندنا الترك، عندنا الترك، عندنا الغرب، عندنا كل الاصول نايلين، عندنا كل الاصول هذه. شوف احنا ما عندنا حتى مشكل في التفرقه في الجزائر، نحن بلد موحد 100%، ما عندناش علاقات مع الكيان الصهيوني، وهذا سيبقى فخ للجزائر وفخ لكل جزائري. وتوجور جو ريسبكت الشعب المغربي، ولكن في الأنظمة من غادي نزكي لا النظام الجزائري لا النظام المغربي. كنتم قلتونا جينيرال، ثم تاني عندكم مخزن وعندكم فساد، وعندي أصدقاء مغاربة يبكون من الفساد المغربي ومن الحجرة وعايشين عيشة الدل كما يقولوا، ولكن نحن على الأقل نتكلم وعندنا الديمقراطية ونخرجوا الحراك. أنتم ما تقدروش تخرجوا الحراك لأنكم تخافون خاوتي، ما نبغيش ندوشي بصح المغرب الانسان العادي احترمه، ولكن اللي يتبع هذا المخزن وهذه المشاكل، انا ما نتبع لا مخزن لا الجينيرو لا عبد القا لا عيسى، انا عنصر من الحراك معارض ولكن مبادئ وطني افون تو. اي بلا ما تخوف التفاصيل خاوتي، نروحوا لسيجي تري زامبورتو خاوتي، هو الفار. جبت لكم ان فار تاع ميسيو زطيوش اللي داروا كما كنتو تشوفوا، داروا تكديف في موقع الفاف، قالوا بلي احنا ما فوطيناش في هذا تاع هذا القانون اللي ضد الانضمام دوله اللي قد تكون معترفه بها في لوني في الامم المتحده وفي الفيفا باش تدخل لاكاف. هذه ادوبتوها، هضروا عليها السبت في البيرو اكزيكوتيف تاعهم وفوتوها علانيه بالفيديو. واللي تغاضتني الاجي الماروكان تاع لاكاف، قال بلي ناميبيا قاعده بالكولوار فلان يعس، غابون قاعده بالكولوار، والسودان قاعده بالكولوار، وتاعنا كان في الوسط. وللاسف زطيوش هنا رفد يديه ورفد كرعيه وقالها باللي قال له ما كان حتى واحد اللي فوطا كونتر هذا القانون. شوفوا الفار خاوتي ومن بعد نهضروا ان شاء الله. كان هنا في الصحف المغربيه اللي قال يعني انا لهادير عندي سؤال سي عمار بهلول، اللي كانت الا كانت يعني تم تعديل يعني القوانين الداخليه للاتحاد، لانه هناك فيه ما قال يقول هنايا اليوم تم تعديل القانون الاساسي للكاف اللي يجبر الاتحادات الافريقيه لكره القدم ان يكون العضو كدوله مستقله بالامم المتحده، الامم المتحده تسمى لونو، وحنا عارفين جدا
أن الأشقاء الصحراويين هما يعني رايش ما عندهمش عندهم هي كدولة ما عندهاش الاستقلالية لهذا الشيء اللي حيمنع الاتحادية الصحراوية باش تنخرط في الكاف، وهذا الشيء أمر خطير جدا. هذه النقطة شكون هذا الشيء اللي حبيت نتأكد إذا كان فيه تم تعديل قوانين داخلية. عمر بالك تفضل تفضل. عندهم شروط تاع لكل كاليجيبيليتي في المستقبل، راح يعاودوا الكاليجيبيليتي تاع الترشيح، وراح يزادوا أضافوا بأن ينجم يضيف المكتب التنفيذي من كان عنده 2 نائب الرئيس راح يوليو من 3 إلى 5. ما كانش كاين غير 3 ما عندهم حتى علاقة بالأمر السياسي، أو يعني مستحيل كان تكون تام إضافة. هذا كاين غير 3 موجودين عندنا كتابيين نجم نبعثوهم لكم، ما كان حتى مشكل، ما فيهمش، ما عندهم حتى علاقة بالأمور تاع لابد أن تكون دولة مستقلة ولا حاجة باش تنظم الكونفدرالية الشعبية، ما كانش خلاص أبدا. اجلس اجلس. نعم. جو يزيدوا الماكينة تشوف. كي بدك. على حسب الماكينة راه يكذب. Nous passons au point 14 relatif aux propositions de modification des statuts du règlement d'application des statuts et des règlements de l'Assemblée générale. Merci, Monsieur le Président. Le comité exécutif, lors de sa réunion du 11 mars, a proposé les modifications suivantes au statut de la CAF, modifications, propositions qui ont été envoyées à l'ensemble des délégués. 3 points sont proposés. D'une part, une modification concernant les conditions d'admission des membres à la Confédération africaine de football. Proposition de modification concernant le nombre de vice-présidents pour les faire passer de 3 à 5 et ainsi permettre une meilleure représentativité des différentes composantes de la CAF et aussi dans le but de s'harmoniser avec ce qui se fait au sein des autres grandes confédérations. Et dernier point concernant un éclaircissement sur le rôle de la commission de gouvernance de la CAF, notamment quand il s'agit des candidats au poste du conseil de la FIFA et au poste de la présidence de la CAF. Comme le prévoient nos statuts, pour être validés, ces modifications doivent être approuvées par les 3/4 des suffrages exprimés. Donc nous vous invitons maintenant à voter. Messieurs les scrutateurs, si vous pouvez vous mettre en place et compter précisément pour ce vote important, s'il vous plaît. Donc le Soudan en charge de la rangée de gauche, la Namibie en charge des 2 rangées du milieu et le Gabon en charge des 2 rangées de droite. Mesdames et messieurs les délégués, si vous pouvez maintenant voter concernant cette proposition de modification des statuts. Je constate, Président, qu'il n'y a que des votes positifs. Donc 100% des votes exprimés sont en faveur de cette proposition. La motion est donc adoptée, Président. Merci beaucoup. Tout est à l'honneur des membres de l'Assemblée générale pour avoir voté ces réformes dont la quintessence venait de vous être expliquée par le secrétaire général. Je viens de le dire. Est-ce qu'il y a des questions présentées conformément aux dispositions de l'article ? Aucune question, Président, n'a été soumise. On va procéder à un break de combien de temps ? D'une quinzaine de minutes avant de procéder aux opérations électorales. Merci. شفتوا خاوتي والوعرة قال لكم هل توجد أسئلة خاصة بهذا الأمر؟ لك ما كاش كاسيون الاس جي تاعهم تاع لا كاف اللي نحاوه داروا ماسونغو اونبا قال لا ما كانش. وليت غاضتني مكتوبه في ليكرون كبير كاع ايكرون قد حملاوي كاتبين نيميرو 1 موديفيكاسيون دي كونديسيون دادميسيون على كاليتي دو ممبر دو لورغانيزاسيون مكتوبه كاع ما فهمتهاش، لعبها تحكي لنا فرونسي وصالح لا حدث. واللي الواعره قالهم تاع ناميبيا يقضب الميليو يعس، وتاع السودان يقضب لاغوش،
والغابون يكذب على الدرود. هادو هما المراقبين اللي داروهم باش يراقبوا الانتخابات وهما اللي يديروا الفرز. هادو هما اللي شغل كانوا هما اللي قايمين بالجمعيه العامه، اختارتهم الجمعيه العامه. هادو لي تروا موم تاع السودان وناميبي والغابون، قال لهم روحوا قدموا، كل واحد يكذب الكولوار ويشوف. تاع ناميبي الله اعلم تاعنا كان في الميليو، لا في دي دي وكريه راكم تشوفوا فيها نورمال، لا هادت رانا معاهم وحاطينها في ليكرون، ونجيب العطنه يقول لهم انا ما فوتيتش وانا ما درتش. ربي يزطيوش، هذا شوف يزطيوش، اقسم بالله ربي عطاك واحد الوهبه باش تخرج ايرو ما عرفتلهاش ما هي. لو كان انت انسحبت وندت تماك في الاراضي المغربيه وندت بهذا الامر بلي سياستي شا تقول شا تقول شا تقول، كنت غادي تخرج ايرو في الجزائر. شو يقول قال لي شان تي في انترناسيونال زطيوش خرج من الجمعيه العامه، تنوض ديك الازلام تاعك دوك ثلاثه تخرجوا تمشوا وتندد ودير ندوه صحفيه ودير ديكلاراسيون انا ضد هذه انا ضد هذه وما نحضرش اشغال جمعيه عامه. لا 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 تخرج ايرو، ربي جاب لك حاجه حاجه طبق طبق من ذهب باش دير انجاز ليطا للسلطات. يقول لك هذا وي يعرف يضرب على مبادئ الجزائر، مبادئ السياسه الجزائريه. تا والو، فات كريعيك ويديك بني كيما عقليه تاع بني وي تاع الجزائر، افدو كريعيكم افدو يديكم. وجاي دروك في الايروبور تقول لهم بلي انا نبوزي بلانت في الوزاره، دوك نحكي عليها هذيك. قالوا لي قريت واحد شفت واحد الفيديو دخلتوا منا وعاجب امرك وجاي تهدر وتشارك في امك وعندنا في لي بروشان عندنا علاقه شابه مع لاكاف. وين علاقه؟ باقي لك سيمانه كابتك ولايتك مالك ما باقي لك اربع ايام ولا خمسه، مازال راك طامع يا وضربك المارطون مامو. الدولة هذه تتحرك، عفوا تتحرك هذه الدولة، وين راك رايح؟ صحيح جبنا لك الدليل دروك، قلت الباشا الشعبي قال لك لا ما مناش ما صراتش كاع، خويا خرجت في لي ستاتي، خرجت في السيت تاع لاكاف وجبنا لك الفيديو، الفيديو فيه خمس سوايع وانا نتبع فيه حتى جبت لك ذاك الباساج كوبيته طك. وقلت لك مين قلت لك باللي انت ماما من الايروبور تروح للتحقيق اللي جيت تعرض في الايروبور تهدر؟ ما كاش مشكل، لا باي عند دوله لا باي عند ام جي اس، كذبت الوزير وزيد تقول لهم بلي نبوزي بلانت في الوزير على الوثيقه اللي خرجت تاع الوزاره. مريض انت على بالك، اقسم بالله لا مريض نفساني. بصاي ما عندك ما تقابل دروك، سموها استقالتك والمحاسبه، نطالب الان بالمحاسبه. لا باسكو هذا مرمد سمعه الجزائر، ردها في الحاضر، امبوسيبل انت دير عودها ثانيه، امبوسيبل مستحيل. ما تقول لي لا بن ماضي لا عبد الله لا عيسى، سموها كابتك ولايتك والو محاسبه. نتمنى لك الحراش دونك مي راك مازال قيمه الجزائر ولات هدمت 20 عام تاع خدمه تاع روراوا، هدمتها هدمتها بك غير تاع روراوا، داير لي فيروس روراوا داير لي تهضر غير عليهم، ما عندك في خدمتك تقطع غير في اللي سابقك، وهم خدموا كانوا رجال ولابريف مازال الناس خايفة من الرجوع تاعهم. خاوتي أمو لحقت معلوماتي تقول بلي لحقت ولازم نقطع دروك، عندك ما تهضر ما عندك لا فيفا لا ديك لا والو، كابتك ولايتك. فوالا خاوتي عطيناكم شكاين، غادي نزيدكم فيديو واحد اخر على لاريفي تاعها في الايروبور ونزيدو نفتحو عليه الامور. خاوتي ما بقاش خاوتي دروك، هذا انسان يليق له المحاسبة، المحاسبة والمحاسبة. الناس دات 3-5 في فيس بريزون، الناس دات موم في لاكاف، ولات تحوس لي بين دي ليجان، تاعش ليجان، هادي ليجان كاع الناس على بالها بلي كاين ليجان، كاع أي بلد إفريقي عنده حق يدي ثلاثة ولا تروا موم في ليجان تاع الكاف، هذا ما كان. فوالا خاوتي، تحية لكم، وفي مزيد من الفيديوهات إن شاء الله، والسلام عليكم.